ايه نتيجه المحبه ديت في الاسره وسلامها؟ اول حاجه بتبني الثقه وتطرح الخوف والشده. الحاجه الثانيه تبني علاقات صحيحه ومريحه تكون سبب بركه للجميع وداخل الاولاد. انت لما تيجي تشوف في اسره يبقى فيها مشاكل كتير، تيجي تلاقي البنت تقول لك انا مش متجوزه، طب ليه يا بنتي؟ اصل بابا وماما دول كانوا دايما في مشاكل مستمره. شفت العصره اللي احنا عملناها؟ ويجي الولد يا عم انا ايه اللي خلينا اتجوز، طب ليه يا حبيبي؟ ليه؟ يقول لك ده انا من صغري وانا طفل، من صغري كان في مشاكل بين بابا وماما. شفت قد ايه بقى بنعمل عثرات من غير ما ندري. فنخلي بالنا، يبقى نشوف فعلا تدعيم اهتمام الزوجين معا بامور هامه مثل خدمه ربنا باستمرار، وخدمه اولادنا، وخدمه اسرنا. خروج كل طرف من دائره ذاته اخطر شيء، اخطر شيء. يخرج الانسان من طرف ذاته الى الاهتمام بالطرف الاخر واحتياجاتهم، والعمل على راحه واشباع احتياجات الطرف الاخر. نقطه كمان مهمه، تهيئه باستمرار مناخ روحي وصحي رائع لتربيه الاولاد. احسن صوره يشوفها الابن او البنت يشوف الاب كده مليان سلام والام مليانه سلامه، ده مناخ روحي جميل وصحي. عشان كده اعظم شيء، اعظم شيء تقدمه لابنك او لبنتك ان تكون نموذجا صالحا ونموذجا رائعا بتأصل في أعماق، يتأصل في أعماق ابنك لما بيشوفك إنسان مليان بالسلام والهدوء وعلاقتك الروحية بربنا هيتأثر تلقائي. وعندما يرى أيضا الأب يشوف ابنه كده ابن رائع حلو يعرف ربنا المعرفة الحقيقية، وبالتالي يبقى نقدر نشوف الأسرة الحلوة اللي مليانة بسلام ربنا يسوع المسيح.